فبواطن الإسلام كثيرة جدا، لكن ذكرت هنا أمثلة لا للحصر. فلو أنه جحد شيئا من المحرمات التي ثبت الإجماع القطعي على تحريمها، كأن يقول إن الزنا ليس بحرام، أو ما أجمع على إباحته إجماعا قطعيا كما لو قال إن الخبز حرام ليس بحلال، فإنه يكفر. أما ما اختلف العلماء فيه فإنه لا يكفر إن جحده.